انت وعيلتك تسكن وتشتغل وتعيش، نفسك في مشروع مربح زيه ما تلاقيش، يبقى من غير تردد وتفكير مفيش غير فدان العيلة يا كبير. عرض ما يترفضش من أفرولاند المتميزة في هذا المجال، هتعيش في ملكك انت وحبايبك وتجوز معاك العيال. امال الموضوع كبير ومش محتاج تفكير، الشركة بتملكك فدان على طبق من ألماز، وبتزرعولك كمان في الإنجاز فدان العيلة في الأقصر والمنيا، اسألوا عنه أهل الصعيد العزاز، وهقولك حالا إزاي تستثمر في مكان تاني فوق الممتاز. وادي النطرون موقع عبقري ونجاح المشروع فيه مضمون. طب اشمعنا المكان ده يا كيمو بالذات؟ لأنه بيتوسط القاهرة واسكندرية ومقرب بينهم المسافات، ظهير صحراوي مهم لأهم 5 محافظات، البحيرة واسكندرية والجيزة والمنوفية والغربية، فركة كعب من الشيخ زايد وسفنكس الجديدة والنوبارية، مدينة السادات والخطاطبة ومدينة العالمين العالمية. فدان العيلة مشروع نجاحه مضمون بنسبة 100%، ده غير شبكة الطرق المحترمة والمدينة الصناعية الزراعية، وهناك هتلاقي كل الخدمات المؤهلة للنجاح. فدان العيلة استثمر وانت مطمن ونام مرتاح. كل اللي هتدفعه 35,000 جنيه مقدم، واستلم خلال 6 شهور، وسيب على أفرولاند بقية الأمور، هتتملك أحلى فدان، والشركة هتأجره منك كمان. ايه ده الكلام ده بجد يا جدعان؟ اه والله هتأجر منك أصعب 3 سنين استصلاح، شبكة ري وأمن وزراعة ونمو مع كل طلعة صباح. هنزرع في البداية بنجر وزيتون، بنعالج ملوحة التربة، والبيع والتصدير والعائد مضمون. معقول؟ اه والله معقول. فدان العيلة مشروع زي ما عايز تقول عنه قول. وبعدين تعمير الأرض دي من أعظم رسالات الأديان، تعمير الأرض عامل مهم للحفاظ على الأوطان واستثمار مهم للإنسان. فدان العيلة بجد انت معاهم كسبان، ادخل بص على صفحتهم وتعرف على التميز والنجاح. أفرولاند أكتر من 13 سنة شغل وسمعة وكفاح، أفرولاند كيان استثماري شغال ليك. اتواصل معاهم وتعاقد، وانزل شوف المشروع بعينيك، شوف العظمة والجمال حواليك. هنفضل لحد امتى كده خايفين ومترددين؟ هنفضل رايحين جايين على البنك نسحب من القرشين؟ بقولك هتمتلك فدان أرض في وادي النطرون يا بيه، الشركة هتزرع لك وهتدفع لك إيجار الأرض، وده كلام هتتعاقد عليه، هتاخد 8,000 جنيه سنويا والصرف كمان شهريا. علشان كده لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون مصريا. الفلوس اللي هتدفعها راجعه لك اضعاف، ليه بقى تتردد وتخاف؟ ما تفكرش كتير، عدد الافدنه محدود والطلب ما شاء الله. أفرولاند كيان محترم اتشرفت بالتعامل معاه، عنوانهم في الجيزة معروف، اعمل لهم زيارة وبنفسك هتسمع وتشوف. اتعاقد وقصب براحتك، هم بيراعوا جدا جدا الظروف. خد فدان واتنين وتلاتة وعشرين، مشروع نجاحه مضمون، الناس بتستثمر فيه بقالها سنين. كل التفاصيل على موقع الشركة والصفحة كمان، اتواصل معاهم تليفونيا وسهل جدا العنوان. ما تفكرش انت الكسبان، فدان العيلة استثمار دلوقتي بأسعار زمان. أفرولاند فعلا للنجاح عنوان، وفي وادي النطرون الحقيقة على أرض الواقع هتبان. فدان العيلة استثمار لكل العيلة وعيلة العيلة، فدان العيلة من أجل حياة مريحة وسعيدة وهنية. فدان العيلة إنجاز حقيقي بيتم على أرض مصرية. أفرولاند بتخطط عشانك وعملت لك
مشاهدينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج من سيزرع المليون. الحقيقه النهارده معانا حلقه مهمه ومختلفه عن اللي فات، حلقه مبادره جديده من مهندس زراعي مصري وهو الاول على دفعته في كليه الزراعه جامعه الازهر، وهو من الناس النشيطه مش من دلوقتي كمان، لا من فتره كبيره من لما كان طالب في كلية الزراعة. النهاردة معنا المهندس أحمد جابر صيام، وهو مهندس زراعي أطلق مبادرة لزراعة الأسطح وزراعة بدون تربة في محافظة القاهرة. باشمهندس أحمد أهلا بحضرتك. ربنا يخليك يا رب. لكن قبل ما نبدأ بحضرتك يا باشمهندس، احنا معنا يعني خبر مهم جدا بيخص قطاع مهم جدا من أهم القطاعات في مصر، وهو قطاع الثروة الداجنة. الحقيقة خلال هذا الأسبوع وقبل أيام أصفرت نتائج انتخابات اتحاد منتجي الدواجن عن فوز المهندس محمود العناني برئاسة اتحاد منتجي الدواجن، وهو الاتحاد الرسمي الممثل الوحيد لقطاع الثروة الداجنة في مصر. القطاع ده من أهم القطاعات في مصر واللي بتخدم ملايين المواطنين، سواء من المربين، سواء من العمال في مزارع الثروة الداجنة، سواء المستثمرين في هذا القطاع في العلاف والمستلزمات الخاصة به. كمان الانتخابات أصفرت عن فوز الدكتور مجدي حسين، وهو من كبار العاملين والمهتمين والمتخصصين في قطاع الثروة الداجنة في مصر، ومن يعني أكبر الشركات وبيرأس أكبر الشركات في مصر. وكمان الدكتور أنور العبد هو أيضا فاز بنائب رئيس الاتحاد. والحقيقة يعني هذا الفوز بشخصيات مثل الدكتور أو مثل المهندس محمود العناني والدكتور مجد حسين والدكتور أنور العبد مثل أهمية كبيرة في أنه يحدث نقلة خلال الفترة اللي جاية في قطاع الثروة الحيوانية، ويدعم المربين خاصة في ظل التحديات اللي واجهها المربي. النهاردة الحقيقة تواصلت مع المهندس محمود العناني، واللي أكد أن الفترة اللي جاية هيكون في سياسة جديدة لدعم صغار المربين والمستثمرين في هذا القطاع، وأنه بالفعل الاتحاد بدأ في التواصل مع كافة الجهات المسؤولة عن هذا القطاع، ومنها أو بدأ بوزارة الزراعة، وأن وزير الزراعة الحقيقة قال هاتولنا المشاكل الخاصة بالقطاع وسيتم حلها والتعاون على حلها على الفور. وكمان الدكتور أو المهندس محمود العناني أكد أن الفترة اللي جاية هتشهد توعية بأهمية هذا القطاع الهام في مصر لكافة الجهات، وكمان أكد على أن الفترة اللي جاية هتشهد تواصل مباشر مع الجهات المستوردة للبرازيلي أو اللحوم أو الدواجن المستوردة أو مجزئات الدواجن المستوردة لوقف هذا الاستيراد. وكمان هنشتغل على ملف مهم جدا، وهو دعم صغار المربين سواء في أسعار مستلزمات الإنتاج اللي ارتفعت بصورة كبيرة جدا ومنها العلاف، وكمان أسعار التنفيذ وأسعار البيع. ونتمنى خلال الفترة الجاية يكون في تواصل مباشر بين الاتحاد وبين المربين لدعم هذا القطاع. نرجع مرة تانية للمهندس أحمد جابر الصيام، عذرا باشمهندس أحمد. هنبدأ حلقتنا عن إيه يعني زراعة أسطح، وإيه أهداف المبادرة اللي حضرتك أطلقتها؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا سعيد أن أنا موجود معاك النهاردة صديقي الغالي قبل أي حاجة طبعا. ولكن لما نتكلم عن زراعة الأسطح هنلاقي أنه في الآونة الأخيرة ظهرت العديد من المشاكل، سواء نتيجة عن تلوث المياه بالمخلفات المختلفة أو تلوث الهواء بالعوادم المختلفة، وكمان الاستخدام المفرط للمبيدات الزراعية على مختلف المحاصيل، واللي بتأثر يعني بالطبع سلبيا على صحتنا. فمن هنا بدأت طبعا فكرة زراعة الأسطح، واللي بتعني استغلال أجزاء من الأسطح في زراعة المحاصيل المختلفة اللي بيحتاج إليها أي بيت مصري، سواء بقى خضار أو فاكهة أو نباتات زينة، ودي طبعا لها يعني أبعاد كبيرة جدا. تمام. بالنسبة لفوائد زراعة الأسطح بالنسبة سواء للبيئة، سواء بالنسبة للي بيزرعوها، أو بالنسبة بصورة عامة لإضافة شيء جمالي لأسطح القاهرة أو أسطح مصر بصورة عامة. أولا خلينا ناخد الموضوع من كذا اتجاه. أول حاجة ما فيش حد فينا ما عندوش فراغ،
والفراغ ده لما ناخده من الناحية الإيجابية فهو يعتبر من النعم العظيمة اللي بتستحق كل تقدير وحسن استثمار. فطبعا بل هو كمان مظهر من مظاهر تكريم الإنسان وتقديره لجهوده. ففي الحديث النبوي الشريف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، اللي هم الصحة والفراغ. يعني معنى الحديث إن كتير من الناس بيضيع فراغه وصحته في غير فائدة، فيجب علينا طبعا ان احنا نستغل وقت فراغنا ده في كتير من الانشطه وتكون عديده متنوعه علشان ما نحسش بالملل. ومن الانشطه اللي ممكن ندخلها في حياتنا كنشاط اللي هي زراعه الاسطح، ودي طبعا لها فوائد كتيره جدا. اول حاجه من الناحيه البيئيه اللي طبعا بتعتبر يعني مسؤوليه الجميع سواء افراد او مؤسسات، لان مصيرنا طبعا ومستقبلنا واحد على الكوكب ده، واللي بيستغيث بنا اصلا ان احنا يعني نتكاتف علشان نكافح تغير المناخ. فلو بصينا من الناحيه البيئيه هنلاقي ان احنا ممكن نستغل المساحات المهمله من الاسطح والبلكونات ونحولها لحدائق جميله، بدلا من كونها مخزن للمخلفات والنفايات واللي بينتج عنها اضرار بيئيه وصحيه، وكمان بتشوه المظهر الجمالي للمباني. الناحيه الثانيه ان احنا هنساهم في ان احنا نزود نسبه الاكسجين بهواء المدن، وهنقلل نسبه ثاني اكسيد الكربون، وبالتالي هنستنشق هواء نقي نظيف، وكمان هنتمتع بمنظر جمالي منعش مريح للنفس. الناحية الثانية ان احنا طبعا ممكن هننتج اكل طازة في طازة، فصحتنا هتكون افضل. وطبعا انا بحيك طبعا انك ماسك ملف الاورجانيك في مصر مع اساتذتنا الكبار ومركز عليه، فده طبعا هيتوح لنا ان احنا ناكل اكل نظيف وصحي وخالي من اي مبيدات وكيماويات. بالإضافة برضو إلى ممكن تكون يعني مصدر دخل كويس لكتير من الناس، يعني ممكن ده يكون الناس تنتج مثلا في البيت تكفي احتياجاتها، وممكن كمان تنتج للآخرين تبيع. طبعا أنا بقطعك بس، مبروك لكل الأهلوية، وأنا أهلاوي لابس النهاردة كرافات أحمر، الأهلي جاب هدف في نادي الدخيل القطري في بطولة كأس العالم، وإن شاء الله يكون في خلال الفترة الجاية يعني في تقدم للنادي الأهلي، ويكون تخير ممثل للمصر والكرة المصرية في الخارج. طبعا اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا اهلاوي طبعا. طبعا دي اهم حاجه طبعا، يعني بس ما نسمعش الماتش اهلاوي ما نسمعش مش مشكله اتفضل. فطبعا بنكمل بنقول من فوائد زراعه الاسطح برضو بالنسبه بقى للاطفال او الناس اللي موجوده حوالينا اصلا بتعكس حاجات كتيرة على يعني على شخصياتهم. فمثلا هتخليهم يعني يقدروا قيمة الحياة ويهتموا بالآخرين، لأنه طبعا الطفل لما نكلفه إن هو يهتم بأي نبات فهو يتابعه منذ عملية الإنبات وتكوين الأوراق والثمار وحتى يموت. فده طبعا ده هينعكس على شخصيته إنه يتحمل المسؤولية ويهتم برضه بالآخرين. كمان ده يعني اللون الأخضر والزراعة عموما أثر على النفسية أو الحالة النفسية للأفراد بسرعة. أكيد، وفي علاج دلوقتي اسمه علاج بالبستانة يعني، وموجود في كل دول العالم. لأن طبعا العين أصلا بترتاح للون الأخضر يعني حقيقة. فدي حقيقة يعني. طب أنت دلوقتي أطلقت مبادرة، يعني هل ده إيه سبب إطلاق هذه المبادرة، وهل أطلقتها لأن تخصصك في هذا المجال أو في زراعة الأسطح، ولا الفكرة جت لحضرتك منين؟ وأولا أنا حضرتك نورت في البداية، أنا شرفت طبعا أن أنا أكون من ضمن كلية الزراعة جامعة الأزهر، ولكن أنا إحنا كلية هندسة زراعية جامعة الأزهر، كلية منفصلة عن كلية الزراعة يعني. أنت مش كلية الزراعة، أنت كلية هندسة زراعية. بس شرفنا طبعا أساتذتنا كلهم في كلية الزراعة طبعا. طبعا. فكنت آخر سنة عامل مشروع تخرج اللي هو محطة رصاد جوية أوتوماتيكية تمام، عن طريق السنسورات والكلام ده كله يعني تحكم كامل. فطبعا التلفزيون المصري استضافنا في برنامج عشان نعرض يعني الفكره وكده، فكان في مبادره محافظه القاهره كانوا شغالين على موضوع زراعه الاسطح، كانوا عايزين يزرعوا على خط امتداد سير الموكب اللي هيتم لسه نقل المواد من المتحف القديم للمتحف الجديد. كانوا عايزين المحافظه كانت عايزه تزرع يعني خط امتداد سير الموكب ده، ولكن في النهايه طبعا بدون يعني ذكر اي تفاصيل او ما فيش داعي يعني نقول اي حاجه، الموضوع وقف على حاجات غير مفهومه. وبس كان في توجه لنا من المحافظه ان احنا نعمل توعيه للناس وننشر الفكره دي. فانا طبعا لما الموضوع وقف انا كملت فيه وبدات ادي كورسات وبتكون مجانيه تماما كمان، وبنتابع مع الناس بتطبق وتزرع والى الان يعني ومستمرين ان يعني شاء بالفعل الله. المبادره بتاعت حضرتك دلوقتي موجوده على ارض الواقع وفي ناس بتتابع معاها؟ طبعا طبعا ده احنا ربنا اكتر. هل في محافظه القاهره بس ولا لا في اكتر لا محافظه؟ لا ده على مستوى لا ده مش مصر بس، ده على مستوى الوطن العربي كله. لا انا بتكلم عن مبادره خاصه بيك. طبعا بس هنا على مستوى كمان الوطن العربي في ناس بتتصل بيك وبتتابع معاك
تستفسر عن اي طبعا معلومات في يعني احنا يعني في ناس بتحضر كورسات معانا برضه بس هي اونلاين ومجانيه كمان، والحمد لله يعني بنغطي الموضوع بشكل كويس. ففي متابعه من كل يعني من كل الدول العربيه. طب بالنسبه دلوقتي انا دلوقتي اقتنعت بالمبادره بتاعت حضرتك وشايف ان هي مبادره جميله، لكن مش عارف ابدا منين. فسؤال اي حد هيسمعنا او بيشوفنا دلوقتي بيقول انا كواحد ما اعرفش او ما عنديش خلفيه في الزراعه، ازاي ابدا زراعه الاسطح وايه الاساسيات الخاصه بهذه الزراعات، وكمان هزرع ايه؟ هو انت قلت كمان يعني الناس فكرتها في الزراعه انها تزرع حاجات زينه او كلها نباتات بساتين وزينه، لكن انت كمان اتكلمت في ان احنا ننتج حاجه ناكلها وتكون اورجانيك وتكون مضمونه. فاول حاجه يبدا منين، ايه الاساسيات، وبعد كده هنزرع ايه؟ هو اولا في مثل عندنا مشهور بيقول لا تعطيني سمكه ولكن علمني كيف اصطاد. فاحنا بنقول اولا لازم قبل ما الواحد يبدا في الزراعه لازم يتعلم اساسيات الزراعه. واساس الزراعه يعني هم اربع حاجات، ولذلك حتى لو الناس اللي بتاخد الكورس ده مثلا طلبه او وخلافه، يعني انا لازم ببدا باساسيات الزراعه حتى لو هم عارفينها، لان في ناس بتكون ما عندهاش خلفيه عن الزراعه ابدا. اساسيات الزراعه دي طبعا زي يعني اول حاجه لازم يتوفر في المكان اللي احنا هنزرعه ضوء بشكل كويس. تاني حاجه طبعا عمليه الري، ودي طبعا ناس كتير بتعاني منها يعني، وكمان عملية التسميد ويعني ري وتسميد، وفي بعض الأساسيات التانية بنتكلم عنها برضو. فمثلا لو خدنا على موضوع الري برضو، في ناس يعني بنلاقي ان لو حد اشترى اي زرع ولا اي كلام ده، بنلاقي ان اللي بيديله الزرع ده بيقول له اروي كل كام يوم، قول او اروي كل يومين، قول كل 3 ايام. بس ده طبعا كلام يعني الناس بتاخده وتطبقه والنبات ممكن يموت منه. تمام. ولكن احنا بنقول ان لازم تكون الانامل بتاعتنا خضراء بحيث انها تكون حاسه بالنبات امتى يتروي وامتى ما يترويش. فاهمني؟ ده من خلال الاساسيات الاربع الاساسيات. طبعا. وعمليه التسميد دي طبعا ممسوحه من يعني دماغ كل الناس اللي بتبدا تزرع اللي ما عندهاش خلفيه عن الزراعه. احنا بنقول ان محدش بيسمد، مش عارفين يعني ايه تسميد. هم اصلا يعني هم يحط للنبات ميه وخلاص على كده. ولكن احنا بنقول ان النبات زيه زي الانسان بالظبط، زي ما بيحتاج انه يشرب فبيحتاج ياكل وهكذا يعني. والموضوع مش اي اكل كمان، يعني محتاج فيتامينات معينه الانسان طبعا، فما ينفعش انت ولا تيجي على حسب كمان عمر النبات او المرحله اللي هو فيها بنسمد بعناصر معينه او بطريقه معينه مثلا. وبرضه ممكن في عمليه التسميد دهيت بنقول ان احنا برضه بنشتغل ان الواحد ينتج مثلا على اسطح المنزل بتاعه بدون اي تكاليف يعني. حتى السماد ده ممكن نعمل في البيت سماد عضو من البيت من مخلفات المطبخ برضه. ان احنا نجيب المخلفات يعني دهيت. ده احنا برضه عاوزين نتكلم على الكوست او التكلفه بتاعت الزراعه. وانت ذكرت معلومه مهمه جدا ان كمان ممكن يبقى فيه صناعه داخليه في البيت، المخلفات بدل ما انا ارميها ازرع بيها احولها يعني لسماد عضوي. طبعا يعني اولا بالنسبه للسماد او هنقول مثلا الاواعي اللي احنا نزرع فيها في الزراعه، مش لازم ان احنا نكلف نفسنا ونشتري مستلزمات مثلا او نشتري اوعيه عشان نزرع فيها يعني. انا كان في واحد معايا لسه حاضر كورس قريب بيقول لي عملت مرقد للزراعه، فبقول له عملته بكام؟ بقول له ب 15 جنيه. فهو كان عنده اصلا الخشب في البيت تمام، وراح قطعه ب 10 جنيه وجهزه وجاب مصاريف ب 5 جنيه وعمل مرقد للزراعه. صحيح. فاهمني؟ بدل ما اشتري حاجه جاهزه انا اعملها. ايوه. يعني اي حد مثلا عايز يفكر يبدا فانه يجيب مثلا المستلزمات اللي عنده او المخلفات اللي على السطح بتاعته يقدر يفرزها بشكل كويس، ويشوف ايه اللي ممكن يصلح للزراعه ويعمل فيه فتحات عشان الصرف برضه، ويبدا يزرع فيها. وبالنسبه مثلا للسماد ممكن برضه يعمل سماد طبيعي من مخلفات المطبخ. وكمان يعني لو اتكلمنا عن السماد برضه يعني بسرعه كده يعني هنلاقي ان احنا مثلا ممكن نعمل سماد في البيت عن طريق مخلفات المطبخ. احنا عندنا ازاي نحولها، ازاي نحول مخلفات المطبخ لسماد؟ اول حاجه هنجيب علبه بلاستيك او صفيح وهنخرمها من الجناب كلها عشان موضوع التهويه. وبعدين عندنا احنا نوعين من المخلفات، مخلفات يعني بتكون مصدر المواد الكربونية، ودي اي ورقة عندنا او اوراق شجر جاف او اي خشب وهكذا. ومخلفات مصدر للنيتروجين اللي هي بقى بتكون كل مخلفات المطبخ والمواد الخضراء وباقي قشور الفاكهة وباقي مخلفات المطبخ وباقي الخضروات برضه. فبنجيب طبعا برضه شوية تراب كده او مصدر يكون للبكتيريا، بس التراب برضه شغال يعني. وبنبدا نحط طبقات
متتالية من طبقة بنية اللي هي مصدر للكربون، وبعدين طبقة طبقة خضراء اللي هي مصدر للنيتروجين، وبعدين نحط شوية تربة فوق ونرطب ونكمل لحد ما نخلص العبوة بتاعتنا دي. بعد كده طبعا خلال 15 يوم أو كل ما نلاحظ جفاف المكونات اللي موجودة في العلبة دي بنحاول إن احنا طبعا نطلعها ونقلبها ونضيفها تاني ونرطبها طبعا ونضيفها تاني لحد ما يعني تقعد حوالي 3 أو 4 شهور وتديني سماد عضوي يعني كفاءته عالية ما شاء الله في موضوع التسميد ده. بس برضو من نوع الحاجة انه ما يضافش لا العظام ولا بواقي طبعا يعني العظام او الدهون او النشويات كم ده، لانه بيصدر ريحة كريهة وكمان ممكن يكون مصدر للحشرات والحاجات يعني اللي ممكن تصدر. طيب احنا معنا الدكتور سمير حافظ عميد كلية الهندسة الزراعية بجامعة الازهر القاهرة. دكتور سمير ازي حضرتك؟ اهلا بمعنى، اهلا وسهلا، ربنا يخلي حضرتك يا دكتور. طبعا انا سجلت قبل كده مع حضرتك في احد المعارض الزراعيه وكان لي شرف ان انا التقيت حضرتك في وقت سابق يعني، والنهارده معانا يعني المهندس احمد جابر الصيام وهو احد ابناء كليه الهندسه الزراعيه جامعه الازهر، وبنتكلم على موضوع مهم جدا وهو موضوع الزراعه او زراعه الاسطح والزراعه بدون تربه، وكنا حابين نسال حضرتك سؤال مهم جدا وهو دور الهندسه الزراعيه في زراعه الاسطح والزراعه بدون تربه. طبعا اشكركم على اتاحه الوقت ده ليا، واشكر المهندس احمد واشكر استاذ معد البرامج. المهندس احمد طبعا اول دفعه بامتياز مرتبه الترف من الناس كتر قوي، ربنا يوفقه ان شاء الله. الناس من الناس اللي هي دايما ترفع اسم الهندسه الزراعيه في مصر طبعا. ما شاء الله. زراعه الاسطح معاليك طبعا علم جديد. وحديث في مصر، ولكن هو اصلا متوارث من ايام الفراعنه وبالذات الزراعه المائيه. فالزراعه المائيه في مصر احنا بدانا بيها بزراعه الاسطح، ودي تجربة ناجحة جدا وخصوصا المنشآت الحكومية والمدارس الأبنية التعليمية والجامعات. دي مساحات كبيرة جدا فاضية وعاوزين منها الغرض نعلم الناس وننطلق من فوق البيوت. حقيقي. فهو الموضوع اقتصادي هايل، الموضوع بوفر الكثير من الخضروات والفاكهة والورقيات. لو كل بيت عمل احتياجاته بس من الورقيات، من الخس، من الخيل، من الجرجير المصري، الجرجير الايطالي، من الخس الهزبرج الامريكي باشكاله والوانه، احنا هنعمل اكتفاء ذاتي لكل عماره. يعني الموضوع جامد جدا، كل 35 يوم او 40 يوم بطلع دوره، يعني حاجه سريعه جدا وتكلفه بسيطه جدا، يعني ما فيش تكلفه خالص. ما شاء الله. مجرد ان انا بعمل الكوست بتاع الانشاء، بعد كده ما بصرفش غير الميه والمحلول فقط. طب دكتور يعني هل هذه الفكره بدات تنتشر في مصر خلال الفتره الحاليه؟ طبعا بدات زياده المساحه الزراعيه بهذا النظام. الناس نزلت للاراضي الغير صالحه للزراعه زي الاراضي الجيريه زي الاراضي الصخريه، وبدانا نعمل عليها المشاريع الزراعه المائيه وزراعه الرمله وزراعه الهواء. يعني في احنا بس علشان الساده المشاهدين يكونوا عارفين الفرق بين الزراعة الأسطح وبين الزراعة بدون تربة. احنا بنتكلم دلوقتي في الزراعة بدون تربة. بص معليك، الزراعة بدون تربة دي لها العديد من الأوجه، منها الزراعة المائية اللي بتسموها الهيدروبونيك، منها الزراعة الأكوابونيك اللي بتبقى في السيستم دورة خزان سمك. دي سياسة زراعة الساندبونيك اللي هي زراعة الرملة. دي الإيربونيك اللي هي زراعة الهواء. كلهم زراعة بدون تربة. أربع أنواع ولسه هيطلع فيها حاجات كمان كتير، ودي كلها مش محتاجين تربة. نشتغل على الخرسانة فوق الأبنية، نشتغل على الأراضي غير صالحة للزراعة، نشتغل في الأراضي الهضقة، نشتغل في الأراضي الملحية. دي كله احنا عاوزين الأرض مجرد هي حاملة للمشروع فقط لا غير. طب دكتور في سؤال كمان، يعني دور كلية الهندسة الزراعية باعتبارها أنها صرح أكاديمي وتخصص مهم جدا في جامعة الأزهر، دورها في دعم يعني هذه الزراعات الغير تقليدية؟ والله بص، احنا بدأنا بها من زمان جدا، والتجربة موجودة في الكلية من أكثر من 10 سنوات.
ودي كانت مشاريع احد الاعضاء هيئه التدريس الهيئه المعاونه، وبدانا دلوقتي عملنا صوبه نموذجيه كامله الاوجه موجوده مقامه دلوقتي، عاملينها في ارض واخدينها في جمعيه احمد عرابي باسم الكليه، والتجربه ناجحه. زرعينها فراوله دلوقتي واكثر من اربع قنوات صوروا فيها وما زالت موجوده، وممكن تزورونا وتصوروها. وحاجه هايله يعني دور الهندسه الزراعيه ان احنا بنبدا نمد كل الناس اللي بدا في هذا المشروع بالمعلومات والاشراف بلا مقابل، ودي دورنا. والناحيه الاقدميه وكمان يعني انتاج بحوث علميه وتطبيقها. طبعا يعني احنا معاليك ده بدا كبحث علمي ونزلت لها الطبيعه وانتشرت دلوقتي، واحنا جهه لازم نغذي الناس بالمعلومات اللي تنجح هذا المشروع، والمشروع ما فيهوش فيه حاجه صعبه خالص. انا بشكر حضرتك جدا دكتور سمير حافظ عميد كليه الهندسه الزراعيه بجامعه الازهر، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك لك. شكرا جزيلا. ونرجع تاني للباشمهندس احمد صيام، هو هل اي حد ممكن يزرع في زراعه الاسطح؟ وناس كتير فشلت قبل كده، جربت وفشلت، فايه اسباب الفشل وايه اللي ممكن يعني يعمل حسابه لما يبدا زراعه؟ واولا يعني هل اي حد يقدر يزرع؟ بالفعل اي حد عايز يزرع يقدر يزرع، ولكن يجب الوضع في الاعتبار ان الزراعه على قد ما هي مسليه على قد ما هي مسؤوليه، وبتحتاج وقت وجهد ورعايه بشكل مستمر. فعندي انا رعايه يعني زراعه نبات زيها زي رعايه حيوان اليف بالظبط. ويعني وقبل ما ناخد قرار الزراعه برضو لازم نسال نفسنا الاول، هل احنا عندنا وقت يسمح بالزراعه ولا ما عندناش؟ وبقول دايما كده ما نزرعش ورده واحنا مش فاضيين نسقيها. فبس طب الناس اللي هي برضو ما عندهاش وقت تزرع دي ما تزرعش مثلا؟ لا، برضو احنا بنعمل عن طريق الموبايل ابلكيشن برامج بتتحكم في موضوع عملية الري، بتبعت لي البيانات بتاعة رطوبة التربة مثلا تبعتها على الموبايل، والبرنامج ذات نفسه اصلا بيدي اوردر للوحة التحكم. وزارة الزراعة يعني في جهازين في جهازين بدأوا في الفعل وزارة الري شغالة تعميم، احنا خلصناهم وانتوا خلصتوهم في الأصل. احنا خلاص يعني هم اتعملوا نموذج تتحكم في شبكة الري من اي مكان في العالم عن طريق الموبايل ابلكيشن. وكمان برضه ده فين بقى؟ في الكلية عندكم ولا انتوا كمبادرة؟ والله هو في تيم يعني تابعنا يعني مجموعة شباب. ايوه خلصناه بالفعل، يعني هو السيد وزير الري طبعا كان اعلن عنه من فترة، بس هو جاهز يعني نموذج مصور بروتوتايب، وان شاء الله كمان نقدر نكمله بشكل اكبر من كده. طبعا يعني فدي بتمكن اي حد برضو ما عندوش وقت انه يزرع يعني يتحكم فيه، انه يزرع في اي وقت من المكتب بتاعه. ايوه من المكتب بتاعه يروي، وكل العمليات اللي هي لازمه لعمليه الزراعه هو الموبايل ابلكيشن احنا عاملينه بيظبط الحته دي. يعني اخر سؤال لان الوقت انتهى، وان شاء الله يبقى في حلقه ثانيه عن الزراعه بدون تربه. والحقيقه الدكتور سمير وضح الزراعه بدون تربه وانواعها. ايه مواعيد الزراعه؟ يعني حب انا عرفت من حضرتك ان اي حد يعرف يزرع، وايه بقى في اي وقت يزرع زراعه اسطح؟ هو عندنا طبعا وايه المحاصيل؟ سؤال دكتور. هو عندنا طبعا السنه الزراعيه في مصر عندنا موسمين للزراعه اللي هو طبعا صيف وشتوى. ايوه عندنا الشتاء بدا من اكتوبر وبينتهي في سبتمبر، والصيف يبدا من مارس يعني بينتهي في مارس ويبدا من واحنا معانا بعض الفيديوهات كمان بنعرضها اهو يا دكتور. تمام. دي طبعا الزراعه الهوائيه اللي هي الايروبونيك. دي زراعه هوائيه صح؟ ايوه. اتفضل كمل مش في المواعيد. في الفصل الشتوي بنقدر نزرع كل انواع الورقيات زي الخس، الجرجير، الشبت، البقدونس، السبانخ، كل انواع الورقيات بنقدر ان احنا نزرعها في فصل الشتوي. طبعا في فصل الصيف بنزرع كل السمريات برضو زي الطماطم، الخيار، البتنجان، كل الانواع دي بنقدر نزرعها. ده بالنسبه لمعاد الزراعه. وبرضو في ناس على فكره ايه بقى ايه زراعه؟ اتفضل. في ناس طبعا بتيجي في دماغها اي زرعه كده في اي وقت من السنه وتيجي جايبها فبتفشل فيها. يعني احنا بنتكلم في اسباب فشل بقى، اسباب فشل ان احنا بنروي كتير او ان احنا أو مثلا ما بنسميتش كويس او ما بنسميتش كويس او بنهتمش اصلا بالمحصول كويس. مظبوط. وحاجه تانية زراعه في معاد غير المعاد اصلا. تمام. وكمان ممكن كمان يكون النبات في موضوع في وعاء او قصريه صغيره على يعني المجموع الجذري انتشر في الوعاء اللي هو محطوط فيه، مش عارف ينتشر، فبالتالي بيوقف عن النمو برضه. ايه بقى المزروعات اللي بنزرعها؟
الزراعات في الصيف والشتاء علشان نستبعد. احنا مثلا في الشتاء بنزرع كل الورقيات زي الخص، الجرجير، الشبت، البقدونس، السبانخ، كل دي متاحة ان احنا نزرعها. وفي الصيف من بقى بنشتغل على السمريات، بس لو عندنا صوبة كويسة بنشتغل طول السنة يعني. صوبة فوق السطح صعب؟ ما فيش، لا موجودة طبعا وعاملين يعني عاملين صوبة طبعا وشغالة زي الفل يعني. ايه بقى ايه المحاصيل في الصيف؟ المحاصيل في الصيف بدون صوبة، بدون صوبة زي ايه يعني علشان الناس؟ طماطم، خيار، فلفل، بتنجان، خضار يعني. خضار ايوه، ونباتات الزينة طبعا شغالة طول السنة يعني. بس برضو لازم نشوف يعني برضو هل احنا المساحه اللي احنا هنزرع فيها دي فيها ظل ولا شمس يعني. فلو كانت لما في ما بتجيلهاش لا شمس فاحنا ما قدمناش غير ان احنا نزرع نباتات زينه بس فقط لا غير. لو بقى فيها شمس مثلا فنزرع بقى كل انواع الخضار اللي احنا محتاجينها. المبادره وصلت لفين دلوقتي؟ احنا والله شغالين بشكل كبير جدا على موضوع. هل حضرتك ولا في فريق؟ لا انا وطبعا ومعانا فريق. احنا طبعا شغالين تدريب، وتدريب مجانا عشان بهدف ان احنا ننشر الفكره طبعا مش اكتر من كده، والناس بتطبق واحنا بنتابع معاها اول باول، والكلام ده كله مجانا يعني. اي حد بيحتاج ان هو ياخد تفاصيل او دراسات جدوى او انه يتابع او يبدا ينفذ على سكيل صغير او سكيل كبير، احنا بنتابع معاه من البدايه الى يعني الى لحد ما يقوم المشروع بتاعه يعني. انا بشكر حضرتك جدا مهندس احمد جابر صيام صاحب مبادره سطح اخضر صحه افضل. شكرا جزيلا ليك، وان شاء الله يكون لنا حلقه ثانيه نتكلم فيها عن الزراعه بدون تربه وانواعها وتفاصيلها والجدول الاقتصادي لها. شكرا جزيلا ليك. ربنا يخليكم، انا سعيد بوجودي معاك طبعا. مشاهدينا شكرا جزيلا ليكم، شفنا موضوع مهم جدا، اي حد ممكن يزرع زراعه اسطح، واتكلمنا عن مواعيد الزراعه واتكلمنا ازاي تنجح في زراعة الأسطح وتبدأ إمتى والمعاملات الخاصة بالتسميد والري وخلافه. أي استفسار احنا موجود في برنامج من سزرع مليون. هنطلع دلوقتي نشوف تقرير مهم جدا عن أول محل في مصر عطارة أونلاين عن طريق الأونلاين، وده في مدينة نصر لرئيس مجلس الإدارة المهندس حاتم الكومي رئيس شركة نور الهدى للاستثمار الزراعي. وهنشوف هذا النموذج المختلف تماما عن العطارات الموجودة في مصر واللي متاح عبر الانترنت. أي حد محتاج أي حاجة ممكن يطلبها من خلال الانترنت. هنطلع نشوف التقرير وانتظرونا الخميس المقبل الساعة 8 مساء. أنا معكم شعبان بلال. مشاهدينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم مره ثانيه في برنامج من سيزرع المليون. النهارده زي ما عودناكم في برنامج من سيزرع المليون تجربه جديده لكنها مختلفه عن كل التجارب السابقه. النهارده معانا تجربه لعطاره اونلاين، وده لاول مره بيكون في عطاره اونلاين في مصر. احنا النهارده معانا الاستاذ احمد فوزي مدير عام سلسله عطاره اونلاين، هيتكلم اكتر عن هذه التجربه اللي من احد محلات عطاره اونلاين فيها حوالي اكثر من 1000 صنف. استاذ احمد اهلا بحضرتك. اهلا بيك، مساء الخير ونورت فرع عطاره اونلاين. حضرتك عاوزين نتكلم عن فكره عطاره اونلاين واسم عطاره اونلاين ده جه منين؟ والله احنا نبدا بالاسم. الاسم ده اسم جديد مختلف. هو اونلاين، كل حياتنا بقت اونلاين، فاحنا قررنا ان احنا نخلي العطاره كمان
اونلاين. الفكره كانت فكره المهندس حاتم الكومي رئيس مجلس الاداره، واحنا يعني خدنا الاسم الفكره وانشانا الكيان اللي هو عطاره اونلاين بمفهومها اللي مختلف تماما عن اي محل عطاره تاني، يعني زي ما احنا هنشوف دلوقتي كلنا مع بعض. طب هل فكره اسم عطاره اونلاين ان احنا هنبيع اونلاين وفي دليفري وفي اوردرات بتيجي اونلاين وشغلنا كله هيكون عبر الانترنت؟ احنا اوريدي دلوقتي شغالين في المكان، يعني بنبيع من المكان، شغالين دليفري عن طريق التليفون، شغالين عن طريق الواتساب، شغالين عن طريق الابليكيشن، شغالين عن طريق الموقع. يعني احنا بنحاول نوصل للعميل في كل مكان وفي اي مكان هو موجود فيه وباي طريقه وباسهل طريقه للعميل. سؤال مهم جدا وهو المميزات الموجوده في عطاره اونلاين عن غيرها من محلات العطاره. دايما الفكره عن محلات العطاره بتكون في اذهان اي حد انها محل قديم ورجل كبير عجوز بيكون موجود فيه. ايه المميز هنا في عطاره اونلاين عن غيرها من محلات العطاره؟ طبعا مع كل الاحترام طبعا لشيوخ المهنه طبعا والستايل اللي بيعملوه في المحلات، سواء كانت المحلات القديمه بشكلها بريحتها الحلوه بالناس الكويسين اللي فيها، بس احنا قررنا ان احنا نعمل حاجه جديده مختلفه تماما عن كل ده. احنا قررنا ان اللي يخش المكان يعني ما يبقاش عارف هو داخل ايه، يعني يبقى الموضوع بالنسبه له هو ده محل عطاره ولا ده محل لبس ولا محل ايه. طبعا النظافه عندنا نمره واحد، نظافه المكان، نظافه المنتج، نظافه طريقه العرض، العامل، طريقه كلام العامل مع العميل اللي داخل له، كل الحاجات دي اللي احنا بنشتغل عليها ان احنا نبقى مختلفين في المجال ده، مختلفين عن كل اللي حوالينا. بالنسبه للاسعار يعني هل في خلافات او اختلافات عن الاسعار الموجوده في السوق هنا في المحل؟ في مميزات بتقدموها فيما يخص الاسعار؟ والله احنا بخصوص الاسعار احنا اسعارنا يعني تقريبا اقل من اسعار اي حد حوالينا. طبعا احنا عشان احنا لسه فاتحين وكده، فاحنا يعني احنا مش عايزين نكسب، احنا مش هقول لك ان احنا مش عايزين نكسب خالص، بس احنا يعني هامش الربح بتاعنا بسيط جدا، بسيط جدا جدا جدا، وفي المقابل احنا بندي للعميل خدمه ممتازه جدا، ودي بتنعكس على راي العميل. يعني حضرتك هتبدا تشوف اراء العملاء واللي هي موجوده دلوقتي بالفعل على الصفحه بتاعتنا وعلى الابلكيشن كمان، اراء العملاء في المنتجات بتاعتنا بعد ما بياخدوها، وان هم بيرجعوا لنا تاني وبيطلبوا منتجات اكتر وبيكلموا اصحابهم ان هم يتعاملوا معانا، ده بيجي لنا على مدار اليوم عن طريق التليفون وعن طريق كل وسائل التواصل. السؤال الاخير لحضرتك وهو حضرتك قلت ان في سلسله من عطاره اونلاين وده بيكون اول فرع في هذه السلسله، اتكلم اكتر معانا عن السلسله والفروع والاماكن المستهدف خلالها او فيها فتح فروع جديده لسلسله عطاره اونلاين. احنا ان شاء الله باذن الله يعني ده اول فرع لحضراتكم فيه دلوقتي اللي هو في مدينه نصر في مصطفى النحاس. احنا ان شاء الله كمان 10 ايام هيكون عندنا فرع تاني في المقطم في شارع 9، وخلال شهر بكتير قوي هيبقى عندنا الفرع الثالث ان شاء الله في الشيخ زايد في بيفرلي هيلز، وباذن الله خلال فتره من 3 ل 6 شهور يعني ان شاء الله هيكون عندنا 20 فرع ان شاء الله. ان شاء الله انا بشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا استاذ احمد. انا بشكرك جدا وشرفتونا النهارده ونورتوا المكان، شكرا جدا. شكرا. مشاهدينا عرفنا اكتر عن عطاره اونلاين وفكره عطاره اونلاين، لكن لسه كمان هنتكلم اكتر عن منتجات عطاره اونلاين والعروض اللي بتقدمها العملاء مع المهندس سامح صالح مدير فرع عطاره اونلاين في مدينه نصر. دقيقه وهنكون معاكم. معنا الأستاذ سامح مدير فرع عطارة أونلاين في مدينة نصر. أستاذ سامح كلم لنا عن المنتجات الموجودة في فرع عطارة أونلاين بمدينة نصر. السلام عليكم. أولا إحنا عندنا منتجات، أولا العطارة عندنا حوالي 1000 صنف، من أهمهم في عندنا مثلا الكوست الهندي، عندنا الكركم الهندي، وعندنا الطمي المغربي، وعندنا النبات اسمه السيسيليام ده برضه مفيد للتخسيس،
وعندنا جميع انواع البهارات الشرقيه وبهارات الشرق الاوسط وجميع التوابل. طبعا عندنا المشروبات، احنا عندنا بنتميز اللي احنا ده اكتفاء ذاتي لينا، ده مصنعنا، دي مصنع اسمه اورجانو، بنعبي كل المشروبات السخنه وبتتميز اللي هي 24 فلتر، وطبعا هي دي منقاه ونظيفه جدا. وعندنا برضو جزء كبير من الخامات الحلواني في المحل اللي هي بتحتاجها اي اسره، بتحب الحلويات او تعمل اي حاجه حلويات في البيت. طبعا احنا بنتميز اللي احنا عندنا ان الحاجه بتاعتنا دي اكتفاء ذاتي، دي احنا بنجيبها لينا من مصدرنا، واحنا اللي بنبيعها في اماكننا، وفي نفس الوقت احنا اللي بنصنعها في اي يعني اي تتبيله للبهارات، احنا بنجيب الحاجه دي واحنا اللي بنعملها، ما بنعملش حاجه بره، ما بنطحنش اي حاجه بره، كل ده اكتفاء لينا احنا. وده بيميزنا اللي احنا ما بنجيبش حاجه مطحونه من الخارج، لان طبعا في حاجات بتبقاش مظبوطه، واحنا يهمنا اصلا ان العميل ياخد حاجه بيور. والتعليمات دي احنا واخدينها من الحاج حاتم، اللي احنا لازم نبقى حاجتنا بيور جدا، وفي نفس الوقت سعرنا اقل وانضف من اي حد في السوق. في سؤال مهم جدا وهو طبعا الناس تهتم بيه، وهو العروض الموجوده في عطار اونلاين مدينه نصر. ايه العروض اللي انتم بتقدموها، خاصه ان الكثير من المصريين دلوقتي بيتجهوا لمشروبات ولاعشاب، بيتزود المناعه في ظل فيروس كورونا، فايه العروض اللي انتم حضراتكم بتقدموها، سواء في لها علاقه بفيروس كورونا او لها علاقه بامراض اخرى او اهتمامات اخرى للمصريين؟ تمام. هو طبعا احنا عندنا عروض، مثلا احنا زي ما قلت لحضرتك اللي احنا عندنا عروض مصنع اورجانو، لو حضرتك تبص تشوفها دي 24 فلتر، دي اصلا بتتباع، المفروض اصلا هتتباع ب 30، بس احنا عاملين عرض عليها ب 15، وفي علبه تاني اسمها علبه المناعه، دي 70 فلتر، المفروض ب 80، احنا برضو عاملين الموضوع ده، عاملين له ديسكاونت، مخلينه 40 جنيه لل 70 فلتر. طبعا احنا عندنا في تميز في حاجه، احنا مثلا عندنا دلوقتي لو الناس بتتكلم على اليانسون النجمي، فهو طبعا احنا ارخص ناس بنبيعه، واحنا عندنا احنا جايبينه اصلا من يعني من انضف الانواع الموجوده في السوق، اللي هو مش قديم ولا مخلوط ولا كلام من دوت. تاني حاجة مثلا احنا بنتميز عندنا هنا برضو اللي احنا قصة ان الحاجة تبقى نظيفة ومعبأة نظيفة للزبون، خصوصا موضوع فيروس كورونا ده، اللي الزبون بيبقى عايز الحاجة تبقى نظيفة واحتوائها نظيف. احنا بنشتغل طبعا بجلافزات، مفيش حد بيقف في المكان من غير جلافز، من غير كمامة، بنحافظ على الحاجة ذات نفسها في التعبئة، حتى الكيس بتاعها كيس بيور، مش يعني يوصل للزبون متحافظ عليه، ما يتقطعش ما يبص. طبعا كل التميز في الحاجات دي هو الزبون بيطمئن معنا، يعني احنا عندنا كذا زبون بيشتري من عندنا، لا هو الزبون مطمئن من الحاجه اللي هي نظيفه، حاجه مش يعني مش ملعوب فيها في حاجه، مش مخلوطه، وده بفضل ربنا التميز ده اللي احنا بنتميز بيه في السوق كله، وان شاء الله في المزيد، وان شاء الله كل حاجه هتبقى اكتر بكتير يعني من الاول. سؤال أخير، وهو يعني نسبة الإقبال على فرع عطار أونلاين مدينة نصر، خاصة أن احنا يعني الفرع لسه افتتح أبوابه من فترة قريبة، فهل في زباين بتتردد زي ما قلت حضرتك، ونسبة الإقبال على الفرع في ظل هذه الظروف؟ طبعا حضرتك هي نسبة الإقبال، هو طبعا أنت لازم يعني أقول لحضرتك أن زبون العطارة زبون ذكي، بيحب يجي يشوف المكان الأول ويطمئن ان المكان زي ما هو رسمه او زي ما هو متخيله، لان حضرتك عارف الحاجات دي مطحونه، فلازم الحاجه تبقى نظيفه، فهو الزبون لازم يجي يشوف المنظر المحل الاول. طبعا دي بتفرق من اللي بيبيع، وبتفرق مثلا هل حاجه معروضه بنظافه، هل حاجه معروضه مفتوحه كلها على بعضها، ولا كل حاجه ايتم لوحده مقفول عليه. الزبون بيشوفه من بره، زي ما حضرتك شايف احنا ما عندناش حاجه اسمها قصه معالف دي مفتوحه،
اي حاجه تخش لها. يعني مثلا انت عندك الجوز الطيبه والحبان احنا حاطينه في معلف بس مقفول عليه عشان ريحته ويحافظ على الدراي بتاعه. اي حضرتك يعني اي حاجه مطحونه محتفظه بريحتها. فطبعا الزبون لما جه كذا مره خلاص هو اطمئن واشترى وجرب وشاف السعر. فطبعا هو دلوقتي الزبون بيكلمنا في التليفون احنا بنوصل له الحاجه، واحنا بنتميز برضو اللي احنا بنوصل له الحاجه بسرعه ونفس الجوده اللي هو عايزها. فهو خلاص الزبون بقى مطمئن، يعتبر ده بيته يعني، يعتبر اونلاين دي بيت للزبون. هل البيع الالكتروني يعني زي ما توقعته، وخاصه ان البيع الالكتروني موضوع الثقه بالنسبه للمشتري بيكون فيه ازمه، فهل حتى الان نجحتوا كبيع الكتروني وبيع اونلاين في عطار اونلاين انكم توصلوا لعدد اكبر المصريين وتنالوا ثقه المستهلك خلال الفتره السابقه؟ تمام. احنا طبعا وصلنا للدرجه دي. احنا عندنا حضرتك في زبائن بتيجي تطلب مننا من المهندسين، في ناس بتطلب من مصر الجديده، في زبائن بتطلب مننا المقاولين او المقطم. فطبعا هو الزبون كمان يعني اللي خد حتى من مدينه نصر بيقول لحد يعرفه لا خدوا من الناس دي، ودي كلام ثقه يعني، دي مكالمات تليفونات من الناس اللي احنا بنقول لقرايبنا وزملائنا لا انتوا حاجتكم كويسه، لا نتجه ليكم. واحنا بنوفر لهم موضوع الدليفري ده، والحمد لله يعني احنا في التقدم، وفي التقدم ان شاء الله وربنا يوفق باذن الله يعني. بشكر حضرتك جدا استاذ سامح، شكرا جزيلا لحضرتك، ونتمنى ان شاء الله يكون في مزيد من النجاح في فرع عطار اونلاين مدينه نصر. شكرا جزيلا ان شاء الله. ميرسي جدا. شكرا مشاهدينا. مش بس كده، كمان في منتجات اعشاب ومشروبات وغيرها من المنتجات الموجوده في اي عطاره، لا النهارده كمان في منتجات مختلفه جدا اورجانيك لطحالب سبايرولينا، هنشوفها بعد قليل مع الحاج وليد فاروق نائب رئيس مجلس إدارة عطارات أونلاين. انتظرونا. معانا دلوقتي الحاج وليد فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة. أهلا بحضرتك يا حاج. أهلا أهلا بكم حاج فاروق. اتكلمنا كتير عن ال محل عطار اونلاين، عاوزين نتكلم بصوره خاصه عن منتجات طحالب سبايرولينا اللي موجوده في عطاره اونلاين. والله احنا طحالب السبايرولينا اللي موجوده عندنا احنا متميزين بيها في جميع محلات العطاره، مش هتلاقي الا محل عطاره اونلاين هو اللي بيبيع منتج السبايرولينا. ومنتج السبايرولينا دوت احنا مش بنشتريه، ده احنا الوحيدين اللي في مصر احنا اللي بنزرع طحالب السبايرولينا عندنا هنا في مصر، متخصصين كده في زراعه طحالب السبايرولينا. والبشمهندس حاتم الكومي رئيس مجلس الإدارة هو أول واحد زرع الطحالب السبايرولينا دي عندنا في مصر. احنا بقينا نبيعها دلوقتي في محل عطارة أونلاين، وإن شاء الله عاوزين نوصل إن السبايرولينا يتباع في جميع محلات العطارة لفوائدها الكتير. يعني احنا لو بصينا لطحالب السبايرولينا هنلاقي إن الطحالب السبايرولينا دي الطحالب فيها كمية معادن وفيتامينات لا حصر لها، بتفيد الجسم وهو مقوي عام للجسم. يعني ممكن الانسان اللي ما بيقدرش مثلا بينزل من الصبح بدري من بيته ما بيقدرش ياكل غير لما يروح بالليل، لو اخذ 5 جرام يوميا من طحالب السبايرولينا دي هتدي له كل الفيتامينات والمعادن اللي جسمه محتاجها، فيقدر يكمل يومه بنشاط. بتعمل نشاط للجسم، بتدي قوه للجسم، بتدي له كل المعادن والفيتامينات. فيها نسبه حديد عاليه جدا، اعلى من اللي موجوده في الكبده اللي الناس بتستخدمها تقول لك الكبده فيها نسبة حديد عالية، لا نسبة الطحالب السبايرولينا فيها نسبة عالية من الحديد، يعني ممكن نعالج بيها الناس اللي هم عندهم نقص الحديد. لو هو استمر مثلا 3 شهور ياخد كل يوم 5 جرام من الطحالب هتفيده جدا، وهتعوض له عن اي فيتامينات ومعادن نقص عنده في جسمه. هي فيها مش الحديد بس، ان فيها مغنيسيوم، فيها جميع الفيتامينات والبروتينات اللي محتاجها الجسم، فهي مقوي عام للجسم. احنا ان شاء الله احنا الوحيدين في مصر اللي بنزرعها واحنا اللي بنبيعها. ولو بصينا للطحالب والسبايرولينا احنا في منتجات تانية تابعه لايه مع الطحالب بننتجها
وموجود فيها الايه الطحالب. ايه ابرز المنتجات اللي موجوده هنا في اطار اونلاين من منتجات الطحالب سبيرولينا؟ يعني اول حاجه احنا ممكن نتكلم عنها الطحلب نفسه، البودر اللي الناس بتستخدمه، دي اول حاجه للطحلب. الطحلب نفسه بعد ما بننتجه بنطحنه بيبقى بودر، بنستخدمه يوميا ايه 5 جرام يوميا. بيخش بقى في منتجات تانية، يعني داخل في منتجات الشامبو، داخل في البلسم، داخل في صابونه السبيرولينا، وفي ماسكات كتير، يعني ماسك ميزو دوت بالسبيرولينا ده واخدين عليه موافقه وزاره الصحه، وان شاء الله في منتجات تانية احنا بنعملها من السبيرولينا وبناخد عليها موافقه وزاره الصحه. بس طبعا حضرتك عارف ان وزاره الصحه في وقت عقبال ما بيجربوا المنتج ويدونا الموافقه والتسجيل فناخد وقت، لكن احنا متميزين بالطحالب السبيرولينا، بالطحلب والمنتجات بتاعتها. هدفكم ايه الفتره اللي جايه في يعني انتشار منتجات طحالب السبيرولينا؟ والله احنا هدفنا ان طحلب الاسبيرولينا، لان يعني لو حضرتك بصيت لمنظمه الصحه العالميه بتقول ان طحالب الاسبيرولينا دوت الغذاء القادم في العالم، لان هو مش مكلف وبسيط وبيدي الجسم كل ما يحتاجه، فهو دوت الغذاء القادم، لان هو موجود من زمان، يعني هو الطحالب دي موجوده من زمان من قديم الازل، وكانت من غير ما حد يزرعها كانت موجوده، بس طبعا للظروف دلوقتي الطبيعيه وكده فبقت قليله عن الاول، لكن ما كانتش منتشره في مصر. لا مش منتشره في مصر، لكن منتشره بره، منتشره بره وعارفينها كله وبيستخدموها بره، ومنظمه الصحه العالميه منزله بيها يعني فوائدها وازاي والناس تستخدمها، حتى الاطفال ممكن يستخدموا الطحالب دي بنسبه صغيره وما بتضرش، بل بالعكس بتفيد، يعني في حاجات ممكن ملهاش اضرار جانبيه. لا ملهاش اضرار جانبيه، بالعكس فهي مفيده جدا يعني لجميع الاعمار. ليه ادخلتوا طحالب السبيرولينا في محل عطار؟ ما هو طحلب الاسبيرولينا هو مقوي عام، فالعطاره فيها حاجات مقويه وحاجات اللي بتزود المناعه وحاجات، فطحلب الاسبيرولينا دوت من الحاجات المقويه العام للجسم، فلازم تخش، لازم تكون هي موجوده في، يعني بره هتلاقيها موجوده في العطاره، هتلاقيها موجوده في المطاعم بيستخدموها، في الصيدليات، في ان شاء الله حبوب احنا بنعملها للطحالب الاسبيرولينا وبناخد عليها موافقه وزاره الصحه، وهتنزل قريب ان شاء الله وتبقى موجوده في الصيدليات. شكرا جزيلا لك حاج وليد فاروق نائب رئيس مجلس الاداره، شكرا جزيلا لحضرتك. ربنا يخليك، شكرا، مع السلامه. مشاهدينا شفنا تجربه مختلفه جدا عن تجارب اي عطارات موجوده في مصر، وهي عطاره اونلاين في مدينه نصر، وكمان لسه في سلسله ثانيه هيتم افتتاحها في اماكن ثانيه سواء في محافظه القاهره او باقي المحافظات. تابعونا في برنامج من سيزرع البليون، ومعكم شعبان بلال كل خميس الثامنه مساء. أحلى شباب في الكون، مصر هتزرع كذا مليون، هنصمم عالحلم ونوصل، وطريقنا اللي ابتدى راح يكمل بالصبر.